لا عطنا مثلا، كلكم تعرفون الله وقت مضى صح؟ الله يا وقت مضى له بدينا ما يروح، والله يا عمر انقضى بين الاماني والجروح. قولوا لجدران البيوت كنا حبايب وقصرا، واليوم ما للحر صوت، ما حدنا عن الثاني درى. هبت رياح من شمال، كمل فيها والله يجي من صدى. ايه بس ما حط لي صدى الا تيجي. حط لي صدى ولا ما حط لي؟ اظن فيه اكيد. والله لو ما حط لي صدى يعني المنشد يحط له صدى، انا ما يحط لي. لو هو بيدي انت يبي لك استوديو كامل يعدل صوته. والله اليوم امس على فراشي اني افكر اني يعني اشيل عندك. قول على طول لا تتمنى. الله يا وقت مضى لو بدينا ما يروح، والله يا عمر انقضى بين الاماني والجروح. قولوا لجدران البيوت كنا حبايب وصار، واليوم انا ذهلنا صوت، ما حدنا عن الثاني درى. هبت رياح من الجنوب، هبت رياح من الشمال. ادويته مكومه من شاف الحلقه الاخيره. الحلقه الاخيره كانت دمار. الدمار والله غسيل. والله الدمار والله جاي. لا تتهدون يا شباب يا عيال، تكفون يا عيال. لا حد لا